بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متابعي قناة الهلال الفضائية، جمعة مباركة عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتحية لكل المشاهدين داخل وخارج السودان في برنامج صافرة الإمبراطور وهذه الحلقة الجديدة. وكالعادة دائما معي الخبير فيصل الحكيم الشهير بسيحة، مرحبا بك يا خبير. مرحبا أخونا النذير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. اليوم حلقة حتكون شوية مميزة لأنه حنستعرض فيها حالات فريقنا الوطني. أيوة في حالات يعني والانتصار المبهر اللي حققه. نعم نعم. يمكن يبقى فوز أكيد معنوي مهم جدا لسقور الجديان قبل الدخول في مباراة مهمة جدا أمام منتخب قوي وثقيل بالنجوم منتخب أسود الأطلس، وإن شاء الله سقور الجديان قادرين على أن يقدموا مستوى جيد أمام المنتخب المغربي رغم الفروقات الكبيرة بين المنتخبين. لكن في البداية نبدأ هذه الحلقة بمشاهدة أهداف المنتخب السوداني بالأمس أمام المنتخب النيجري بثلاثية والأروع. تتحول في الجنب اليسرى إلى فارس عبد الله، فارس يلعب إلى محمد الرحمن، محمد عبد الرحمن تصويب بعيد، الله الفنان والغربال اللاعب الموهوب والعجيب يرسل هدف أكيد يتحير له حتى مستر هويبر فيلود. عالمي عالمي عالمي، هذا هو السودان في القلب بهدف سيحكيه كثير من الناس في جلسات الرياضيين وفي حديث الرياضيين، بهدف لاعب خرج من البوكس لأنه لم يجد التمويل لكن هنا يعرف كيف يمويل شباك الخصوم والمنافسين، بهدف لوحة، بهدف روعة، بهدف ولا أجمل، البليسنج رهيب في الزاوية البعيدة إذا حاولت يا نور نعيم أو حتى داود كسالي فالأمر يبقى صعب على أكبر الحراس مع هدف محمد عبد الرحمن التي تعطي والفرحة الكبيرة للجمهور السوداني. إلى فارس عبد الله، فارس يحاول المرور، فارس يمر يحضر في مكان ممتاز لضياد تصويب بعيد، الله تصويبة رائعة وهدف في مكان صعب على داود كسالي بتصويبة رائعة 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 من ضياء الدين محجوب ولم يحجب عنه الشباك الحارس داود كسالي. هدف سوداني ثاني بطريقة رائعة من ضياء الدين محجوب، يعني التصويب خيار المنتخب الوطني في هذا اللقاء. لاحظون التحضير من فارس عبد الله، ضياء الدين محجوب اتخذ القرار بتصويبة رائعة رائعة صعبة على داود كسلي عابرة للمسافات وعابرة إلى الشباك، كرة ضياء الدين محجوب في هدف ثاني لصقور الجديان عن طريق ضياء. إذا ضياء يضيء ملعب المكتوم بهدف ثاني لصقور الجديان في الزاوية الصعبة الأرضية على داود كسلي. إلى ضياء الدين محجوب، ضياء الدين يلعب إلى سموئيل الذي يعود نصف ملعب، تصويب من بعيد قوية، سموئيل المرغني يباغت عبر زميل الحارس داود كسلي بهدف رائع رائع وعابرات المسافات والتصويبات هي كلمة السر ومحلك السر في هذا اللقاء. وصقور الجديان تحلق بعيدا عبر أقدام محمد عبد الرحمن وضياء الدين محجوب، وفرحة كبيرة لهذا المشجع مع هدف ثالث للصقور عن طريق اللاعب سموئيل المرغني. كرة غيرت وبالتالي لم يتمكن من اصطياد الحارس، لاحظ المدافع الذي يعني باغت حارسه المدافع رقم 5 عبد الناصر قاربة الذي نزل بديلا قبل قليل، باغت داود كسلي بتصيبة كانت من بعيد من سموئيل المرغني الذي غير اتجاهه من وسط الملعب في تبادل ثنائي مع الشغيل ثم صوب، لاحظ المدافع وتغيير اتجاه الكرة وبالتالي هدف ثالث. إذا بالسلاح التصويب المنتخب الوطني استطاع الفوز بثلاثية على منتخب النيجر وهي مباراة تحضيرية للمغرب، أهداف صراحة روعة يعني أكثر من روعة. أنا الهدف الأول اللي هو أحرزه محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن ده بيحكي قصة لاعب موهوب. يعني الهدف يا ريت يجيبه تانا، الهدف اللي جابه ده ما يجيبوا إلا لاعب فنان. يعني ذكرني بميسي ورونالدو مع بعض، خليط لما تخلطهم الاثنين
يطلع لنا محمد عبد الرحمن. لا ده وهو جاب في الهدف جاب زي في الدوري الممتاز في الاسبوع الماضي جاب واحد يشبه في الدوري على حاجه كثيره في نفسه يعني نعم جاب واحد شبيه له في الدوري الممتاز فروعه الطريقه اللي هدف بها والزاويه اللي اختارها يعني لاعب مهول بصراحه ربنا يحفظه ربنا يحفظه الغني كل الاهداف يعني على شكل تصويب يعني نعم بعيد. الهدف الثاني ده دي محجوب ايوه ده ما شاء الله يعني من بعيد جدا على فكره بعيده خالص مسافه بعيده وهو انتهز فرصه لقى شايف حارس شويه كده ما منتبه ومتقدم من مرمى وهدف كره الكره قويه جدا بصراحه يعني صحيح. لكن من مسافه بعيده وهدف الثاني برضه من مسافه بعيده برضه هدف السماوار طبعا اتساعد فيه انه تضمت لكن احنا عايزين نتكلم عن الهدف الثاني بتاع ضياء الدين يا ريت الهدف ده في لاعب تفادى الكرة لو ما تفادى الكرة دي ما كانت بتمشي لاعب منتخبنا الوطني ايوه لاعب من عندنا هنشوف الحالة بس خليه يجيب لنا بالبطيئة استلم الكرة هاي في لاعب طوالي أيوة. شايف اللاعب ده شوية مشي الصورة كمان عشان يصار لنا مغطه محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 50% من الهدف ده يشارك فيه لأنه الكرة دي لو ما هو نزل في الأرض كان حتضرب أيوة شوف صح هو تفادى الكرة صح أيوة تفادى الكرة أيوة تفادى فيعني دي ملاحظة وعندنا بعض الأحداث عايزين نستعرضها طيب هنتكلم عنها بالتفصيل ثاني المباراة خلينا نمشي معاك يا خبير لزيارة تاريخية لسفير خادم الحرمين الشريفين في السعودية في السودان أو سفير المملكة العربية السعودية في السودان وهو طبعا قام بزيارة علي بن حسن جعفر سفير السعودية في السودان إلى الكابتن الكبير والهداف التاريخي الكرة السودانية نصر الدين عباس جكسا طبعا هو الهداف التاريخي للسودان يا خبير ب 27 هدف جكسا تاريخيا طبعا وزاره في منزله وأهداه هذه الصورة اللي هي صورة تجمع الملك فهد مع جكسا في زيارة تاريخية للملك فهد سابقا الملك فهد ولا الملك فيصل الملك فيصل الملك فيصل نعم للكابتن جكسا وكذلك المقابل جكسا أهدى السفير كتاب اسمه ذكريات الرياضة لسعادة السفير اللي طبعا بيكتب فيها ذكرياته كتابه الشهير لكابتن جكسا وتاريخيا يعني ذكر السفير انه الكرة السودانية هي التي صنعت الكرة السعودية يعني والله اول حاجة احنا نتكلم عن المبادرة نفسها في حد ذاتها انه السفير السعودي يزور جكسا ببيته دي يعني خطوة يعني جميلة ودي يعني فيها تشجيع للرياضيين يعني على القدامة طبعا بنتكلم عن الله يرحمه لو كان موجود أمين زكي رحمة الله عليه نجم الدين حسن دبل لاعب النيل ومنتخبنا الوطني يعني في لاعبين أفزاز سمير عثمان جاكرين أيوة النجر ده كلهم ساعدوا فيه لسه أنت لو عادي بأسماء بسيطة كمال عبد الوهاب نعم. يعني الله يرحمهم اللي توفوا وربنا يمد في عمر الباقين أنا بتكلم عنه دي خطوة كانت جميلة جدا فيها تقدير للرياضيين السودانيين جكسا يستحق أكتر من كده ما يستحق بس الصورة اللي ادوها عليه دي جكسا مفروض في استاد الهلال ده يتعمل لي تمثال نعم صحيح أيوة. لأنه قدم كثير للهلال قدم أيوة. المنتخب أيوة. للكرة السودانية بشكل عام أولا جكسا أنت ما أنت صغير في السن نعم فرجت عليه أبدا ما تفرجت شاهدت له بعض الصور الشهيرة اللي هو يعني بصراحة هدف المولد الشهير وعنده هدف نعم. كثير يعني لاعب مهول في زمنه كان جسمه حلو قوي وتهديفه أنا لعبت ضده أنا حارس مرمى في النيل لعبت ضد جكسا ولعبت ضد الدحاش كان بيقول جكسا في خط ستة وكان في مطلع له أغنية أغاني البنات الأغاني اللي كان بيطلعوها في الأفراح وكده ويغنوا له فأنا حاولت مرة الأخ جكسا أستضيفه اعتذر لي وقدرت طبعا ظروفه ونقول له مبروك استحق التكريم نعم نقول له مبروك
طبعا تم اختيار كمان من الدوله انه يكون ضمن وضعيه الاليه الانتقاليه في السودان. نعم. فدي برضه نعم. كمان مكان كبير. دي برضه تقدير له. نعم. تقدير له طبعا. تقدير للرياضي من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. نعم. خلينا كمان نشوفك لصور نتذكر بها وضعيه الكره السودانيه في الكره السعوديه واثرها من خلال بعض الصور اللي هي جمعت كابتن الاهلي السعودي في ذلك الوقت. كان ما هي كابتن سمير دي عثمان. دي ديربي دي هنا ديربي محليا ابو رعي. حكم الحكم المرحوم شاكر النحاس. ايوه. وكابتن المريخ براح البشير. قانون. ايوه. وكابتن الهلال عثمان الدين. ايوه. والمباراه في دار رياض ام درمان. ده ديربي السوداني. ده الزمن الجميل. يا سلام. هلال المريخ كانوا بيلعبوا في دار رياض ام درمان وما كانت نجيل ولكن كانت حصى ترابي ارض ترابيه كلنا لعبنا فيها. شوف الجمهور كمان كثير جدا في النادي. نعم. نعم يعني نعم. ما شاء الله. دي ذكرتني تاريخ. نعم لقطه رائعه يعني. نحن لازم نرجع لورا. كان من الحكام الكبار صح في الدوري من شاكر النحاس حكم دولي والرعيل الأول من حكام الدوليين يعني. لو جينا مسكنا الحكام الدوليين في ذلك الزمن المرحوم عبيد إبراهيم عبدين عبد الرحمن الخليفة موسى يوسف محمد عندنا برضو شنكل في نعم. مدني كان مشهور جدا وأحمد جنديل. أحمد جنديل نعم. نعم ده الرعيل الأول. بعدهم طوالي يعني أو قريب منهم عبد الرحمن الخضر أبو ياسر والمرحوم عبد الرحمن الخضر والمرحوم الحاج هاشم. ديل جيل يعني يكاد يكون مقارب للجيل الأول في التحكيم. نعم. الدولي. نعم. السوداني. نعم. طيب خلينا نشوف على الصورة للتحكيم أو للاعب والكابتن الكبير طبعا سمير عثمان هو كان كابتن الأهلي السعودي في كأس الملك. وزي ما قلت لك شوف الصورة دي اللي هي 1952 المملكة العربية السعودية كان كأس الملك النهائي في ديربي جدة. نعم. حفيظ السوداني كابتن جدة وسمير عثمان السوداني كان كابتن أهلي جدة والنتيجة انتهت فوز الأهلي بكأس الملك 2-1 والحكم المصري مصطفى كامل. نعم الحكم مصري يعني الحاج مصطفى كمان الاثنين كابتن الاتحاد السعودي وكابتن الاهلي السعودي في ديربي جدة الاثنين السودانيين حفيظ سمير عثمان. نعم يعني ده برضه يعني مؤشر يوريك انه او يوضح لك او يوضح للاخوه المشاهدين انه الكره السودانيه كان لها الفضل على الكره السعوديه بدليل انه كباتن الفرق ان كان الاهلي او الاتحاد او النصر او النصر كل الفرق هم السودانيين. ويمكن جاء بعد كده أجيال لعبت في كتير. أبو المرحوم ماجد حتى عبد الله نفسه. نعم. وعندك محمد نور وعندك مش النجر النجر مصطفى أصلا النجر وعلي قريب في النصر لعب في النصر تقريبا النصر عدد من اللاعبين السودانيين لعبوا في الأندية. عماد خوجلي الله يفتح عليك. نعم. عماد خوجلي. نعم. فالكرة السعودية تدين للسودانيين وللاعبين السودانيين والإداريين. نعم. يعني عبد المنعم عبد المرحوم عبد المنعم عبد العال. نعم. كان إداري مدير إداري في نادي النصر على ما أعتقد. نعم. نعم. اشتغل هناك فترة. وطبعا عندما حتى التحكيم. نعم. صح. حتى التحكيم السوداني. التحكيم السوداني ما عنده. لأنه سمعت لا ما عنده. ما لكن عندما الإعلامية السعودية كانوا بيتكلموا عنه حتى التحكيم السعودي وضع البنات حكام. نعم. سودانيين. هم استفادوا يعني في روابط كثيرة حتى في السعودية السودانيين وبينظموا مباريات وعندهم حكامهم وحكامهم سودانيين وفي يعني ما تتصور في نهضة كروية كبيرة. في الجانب بتاع الـ 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 الجاليات. الجاليات. أيوة. والدليل انه رفضوا الكثير من الأندية بلاعبين كانوا هناك زي الشيخ اللي انا بلعب في المنتخب الوطني. نعم. كان برضو واحد. نعم. من خريجين قبل عبد الرحمن الدعية واسماء كثيره يمكن نذكرها قادم من السعوديه السعيد السعودي عبد الحميد السعودي كلهم جم الجاليه ليسوا السودانيين. اي أيوة والله كلامك تمام. صاروا نجوم في المنتخب الوطني. تالي زياره علي بن حسن جعفر سفير السعوديه في السودان لجاكسون لم تاتي من فراغ لا تاتي من انه قيمة كبيرة للكرة السودانية في صناعة الكرة السعودية. لكن أين هي الكرة السودانية نفسها؟ أتمنى أنها تصل إلى مستويات أقل من الدوري السعودي أقل من الدوريات العربية الأخرى التي نهضت كثيرا من حولها. خلينا نحاول معك كمان يا كابتن لمنتخب السيدات السوداني
وهو كذلك يستعد لمباراة اليوم الساعة الخامسة مع المنتخب التونسي، رغم أنه خسر المباراة الأولى بعشر أهداف دون مقابل. كثير من الانتقاد منتخب السيدات، لكن أنا شخصيا أرى أنه منتخب السيدات يعني يستحق الدعم والمساندة، باعتبار أنه زي ما ذكر فاروق جبرة المدير الفني أنه هذا المنتخب يعني ظلم كثير، لأن هؤلاء اللاعبات لم يجدوا التكوين الجيد منذ البداية. منتخب يعني من كان بيلعبوا دوري الحواري أو الشوارع أو في أماكن معينة بيلعبوا هؤلاء السيدات، فجأة تحول للعبات منتخب بعد دورتين فقط من دوري السيدات، وهذا غير كافي لتحضير لاعب تلعب باسم منتخب أو منتخب مصر المدجج بنجوم محترفات على مستوى الدوري الأوروبي. نعم، يعني أنا الحقيقة مستاء جدا من في وسائل التواصل في يعني استهجان وكلمات وتعليقات بايخة بصراحة. يعني نحن ما يعني أنا ما متوقع السودان يعني شبات ديل يجيبوا نتيجة، ما يعني حاجة معروفة، ولكن يعني فارق كبير ما بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني. المنتخب المصري لسنوات عنده الخبرة، صحيح، سنة طويلة والاحتكاك، لعب مباريات كثيرة جدا برا، بطولات وغير. السودان ما لعب، دي أول منافسة رسمية يشارك فيها منتخبنا بتاع السيدات. وأنا بفتكر يعني ما بس المشاركة في المباراة دي، لسه عندهم تونس فريق ما سهل اليوم الساعة 5 إن شاء الله، والأردن فريق برضو ما سهل، لبنان، لا الأردن منتخب لبنان، الأردن ده ما هزم تقريبا الكويت، منتخب لبنان المنتخب الفائز بالبطولة السابقة هو حيلاقي لبنان ولا الأردن؟ لبنان، لبنان ولا طيب حس لكن طبعا الأردن موجود في مجموعة تانية، موجود منتخب، أنا ما منتخب الجزائر بتكلم عن الأردن مش حيقابل السودان، كمنتخب موجود في البطولة. نعم صح، بتكلم عن الأردن إنه أقوى فريق في البطولة حاليا، في البطولة لبنان إذا كان فاز الموسم الفات بالبطولة، الأردن فاز على الكويت 21-0، دي كثيرة. أنا والله جابوا لي الفيديو لكن قلت حنقعد نتفرج 21 هدف كثيرة. يبقى إذن في يعني الكويت متقدم عننا كثيرا كثير، واخذت 21. فنحن بنقول يعني شبابنا بناتنا ما يتاثروا بالكلام اللي بيتقال، لانه طبعا بيقروا بيعرفوا بيشوفوا، وطبعا كان ممكن يكون في يعني تحضير افضل من خلال مثلا مباراه ومباراتين احتكاكيات قبل الدخول مع المنتخب، لكن لم يتوفر اجتهادك، لم يتوفر ذلك يعني. ما تسمعني، مهما عملوا من احتكاك قبل المباراه، مباراه محليه او مباريات خارجيه، ما حتدي نتيجه لسه. نحن لاعبين نادي لسه دي البدايه بتاعتهم لسه، عايزين فرص سنه سنتين ثلاثه الى ان الفريق ده يصغر. صح فعلا حيكون له شأن كبير، ما في اثنين ثلاثة. طيب جميل جدا، خلينا نشاهد كمان. طبعا احنا في السيدات حنتكلم عن الحكم المرأة، طبعا ما نقول لها حكمة، نقول حكم، صح؟ نعم، السيدة الحكم خادم الله الشعيب، والسيدة الحكم زهرة رماز عثمان، نعم، والسيدة الحكم زهرة علي، والسيدة الحكم بتول محجوب. نعم، هذا الطاقم دخل التاريخ من أوسع بابه من خلال هذه الصورة عندما أدار مباراة الهلال الفاشر وحي الوادي في الدوري السوداني الممتاز، مباراة رسمية دورية، وطبعا بحضور الخبير عامر عثمان اللي هو طبعا مسؤول اختيار الحكام في الدوري الممتاز ورئيس لجنة التحكيم المركزية. وهنا يعني صوت الكاري حتى يعني قدموا مباراة مميزة وانتهت بفوز الهلال الفاشر 3-1. بعد المباراة كل الحضور عملوا ممر شرفي تصفيقا لهؤلاء الحكمات اللي دخلنا التاريخ. الخبير سياحة مفروض بكون معنا عامر عثمان عشان عايزين نسأله يعني عن الحدث ده، حدث ما سهل بصراحة يعني. فأنا بصراحة فوجئت، ولو إنه أنا يعني من بدري يمكن في الاستوديو هنا كنت بطالب إنه بناتنا ديل يشاركوا في الدوري، ما في حاجة بتمنع. طبعا أنت عارف أول حكمة سودانية شاركت في الدوري منيرة في السودان المحلي طبعا في ذلك الزمن، منيرة رحمة الله عليها. نعم، رحمة الله عليها، وهي يعني كانت بتدير المباراة دار رياض أم درمان في ذلك الزمن.
وبعد فترة هي يعني سافرت إلى السعودية، استقرت هناك وتوفت قبل سنتين، سنة حاجة بالشكل ده رحمة الله عليها. فدي يعني بصراحة أنا بقول إنه خطوة ما سهلة إنه بناتنا هم يشاركوا في 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 بطولة الدوري الممتاز. أنا الحقيقة لو عامر قدرت أتكلم معاه، نحن طبعا مفروض يكون هو معانا حسا، لكن يمكن الخط ما مساعد. المهم أنا بقول إنه دي خطوة ما سهلة وخطوة جريئة من الأخ أو من لجنة الحكام المركزية على رأس الأخ عامر عثمان، في إنه يعني بدوا يدوب يتحرروا من العقدة بتاع البنات، والبنات يشاركوا كيف يديروا مباراة للرجال، والرجال ديل جوا الملعب يفترسوهم والكلام اللي بتقال. نعم هم بالعكس الجمهور الاسلامي احترام معه جدا يعني. نعم يعني لو أخطأت يعني يكون احترام أكثر من حكم يخطئ يعني، هيحترموا أكثر يعني. يعني أنا بفتكر وجود الجنس الناعم في المباريات، أول حاجة الرجال بده اعتبار للنساء ما نعم. في اثنين ثلاثة نعم. والانفعالات اللي بتحصل مع الحكم كحكم يعني ما أظن حيعمل اللاعب مع حكمة مع حكمة أيوة. هيعمل ياخذ اعتبار لها أكيد طبعا كجنس ناعم وما ويمكن حتى الكلمات اللي ممكن تتقال للحكم ما بتتقال للحكم للحكم. عموما توفيق لين طبعا هم يعني حضر الشايب ورماز عثمان وزهر علي وبتير محجوب كل الحكمات دوليات كمان يعني طاقم دولي. نعم يعني نعم هم عندهم الخبرة ما في دولي. هم يعني لجنة الحكام شركتهم في الخطوط وفي الروابع الفترة الفاتت كلها أخذوا خبرة. أنا بفتكر أولا أنا الحقيقة بشيد بهم في حاجة تانية كمان، عارف أي ورشة بتتعامل بيشاركوا فيها، عارف يا نزير أكتر ناس بتشارك وبتتكلم وبتناقش في القوانين البنات بصراحة يعني صحيح. هم جريئات وأكثر اجتهاد دائما يعني. وبعدين ملمات بالقانون بصراحة. خلينا نحيي المرأة السودانية بشكل عام، وأكيد حتى ما يكون معنا الخبير عامر عثمان ويتم الاتصال به من الزملاء حنتكلم عن موضوع ثاني ونرجع للخبير عامر عثمان. نمشي معك الحكم بيدخل المباراة بمسدس ده لقاك والله يا انت قاعد مسدس يا حبيبي صح؟ اقول لك كلام قاعد لك مسدس زمان المسدس ده ايوه دي مشكلة. انت قاعد لك مسدس انت؟ انا لا، لكن انت عارف حصلت في السودان في الرياضة من درمان حصلت حكم لما حاولوا يعتدوا عليه الجماهير دخلت ودارين يعني يضربوا يعني اعتدوا عليه ده الرياضة من برمان. وطبعا الزمن ذاك الشرطة عدد بسيط ومطيبات ياخ معليش وكده ودفير كده بسيط ما قدروا يحموه، طلع مسدس وطبعا ضرب طلقتين في الهواء. كان تفريغ الجماعة كلهم فروا اللي كانوا ده المرحوم عثمان أحمد البشير عثمان بشير نعم. أحمد البشير ده جميل اسم طيب. على اسم طيب. عثمان بشير طيب. رحمة الله عليه الله يرحمه. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعم. نعلق على ثاني. لاحظ يا خبير يعني الحكم بيحمي نفسه المسدس. انت عارف يا نعم. يا أظنه في طلقة ضربة في الأرض أيوة. كنا نلاحظ الفيديو نعم زي في طلقة ضربة في الأرض وخلى وبعد كده ماسك المسدس وسط النادي بيتضرع ضرب له طلقة في الأرض عمل واحد ضربة طلقة في الأرض قال لي ما يكون ماسك مسدس كده وحامل نفسه من أي زاوية. طيب هل المظاهر دي يا خبير شيء طبيعي ممكن يحصل في الملعب يعني؟ هل يسمع يا نذير بدي التحكيم بمثل هذه المشاكل مثلا نذير في مباراة رسمية مثلا لا يمكن، وده شيء خطير جدا وسابقة انه حكم يشيل له مسدس ويهدد بالجماهير ده مفروض طوالي يقول له مع السلامة. ما في حاجة بالشكل ده، انت اللي بيحميك شنو؟ قانون أدائك
أدائك في الملعب هو اللي بيحميك. لو أديت أداء كويس ما الجماهير دي واللاعبين دي ما بتسخط عليك ولا بتحاول تدخل عشان تعتدي عليك. لكن لما يبقى أدائك كعب ما كويس أه؟ لكن والله يا خبير في الدوري السوداني خصوصا في الدوري الثالثة والثانية نعم. يعني في كثير من الأماكن ما بس في الخرطوم بس ما بشاهد حماية يعني كافية للحكم. تلقى في عسكرية على شوط واحد في الملعب ولا اثنين من أمن الملاعب دين لو نزل 10 من الجمهور ممكن يعني يتغلب عليهم يعني. وبعدين الجمهور نفسه ما كل جمهور مثقف تحكيميا يعني. أنت ممكن تأدي أداء ممتاز لكن في واحد فوق مشجع متعصب ما بيعرف حتى قانون التحكيم ممكن يتعدى عليك بالضرب. ما في حماية كافية للحكام. شوف عايز أقول لك كلام ده يعني أنت مسجت حتة اسمها الجرح بالبنزف لفترة وما لسه ما لقي العلاج اللي هو الملاعب الخارجية وعدم الحماية بتاعت الحكام. يعني دي متكررة وما ما 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 وقفت والاعتداءات عليهم يعني بصراحة. اتحاد حس محل جديد شاهد أمريكا معه وقال إنه حيحمي الحكام. أيوة وإن شاء الله أنا متأكد إخواننا في الاتحاد الجديد ده هم حيولوا اهتمام أكبر بقضايا التحكيم وبالحكام ومشاكل الحكام. من ضمنها أنا عارف إنه عاوزين يزيدوا لهم الترحيلة يعني الفئة بتاعت الترحيل كده والتأمين كامل بصراحة والتأمين الملاعب وكده إن شاء الله يوفقوا والحكام ذاته يعني ما شاء الله. وأنا اتفرجت على كذا حكم في الخرطوم في الفترة اللي فاتت حكام مميزين كويس جدا يعني في 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 ظواهر تحكيم مميزة. عموما نتمنى توفيق التحكيم لأنه في النهاية دائما يبقى التحكيم هو الأهم لأنه هو اللي بيساهم في تطوير كرة القدم. فلا تطوير لكرة القدم من غير تحكيم جيد. تحول معاك لحكم درويش أحمد درويش الحكم الإماراتي الأمس طرد مدرب السودان وطرد مدرب المنتخب النيجيري كافالي وفيلود. نشوف الحالة ونعلق عليها مباشرة. خبير الصحيحة على الفائدة الكثيرة في حالات التحكيمية اليوم. شكرا للخبير عابر عثمان. واضح من خلال كلامه البسيط سمعته أنا أثناء تغطى على الشبكة أنه هو أشاد بالفكرة وأنه هو ماضي في لجنة التحكيم بأنه يضع فرصة كبيرة لحكمات السيدات بأن يديرنا الكثير من المباريات. وهذه الخطوة أتت بعد تأهيل كبير لهؤلاء السيدات واللي هن أصلا حكمات دوليات. شكرا للخبير عامر عثمان. شكرا للخبير فيصل الصيحة. شكرا لك. شكرا لك عزيزي المشاهد. حتى نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامج صافة الإمبراطور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.